مرحبا بكم، كنرحب بكم انا وديانا اليوم في حصه جديده، حلقه جديده اللي غنهضروا فيها على الزواج وعلى الطلاق. اللي بغيت نقول لكم شنو اللي كيخلي الواحد في الاول ديال العلاقه، حنا سمينا مع اسئله والحب والحنان والغرام، اي بي مع الوقت مع الزمان كيتولي العلاقه بشويه بشويه كتدهور حتى الله قدر الله كنوصلوا للفراق او للطلاق. كاين اسباب اللي هما بزاف ومتعدين، ولكن اليوم اختاريت لكم واحد من الاسباب اللي كيقتل وكيهلك العلاقه، وغادي نشاركوا معها جديدات اللي هو شنو ديانا، شنو اللي هي لا روتين، الدوام، الاستمراريه، النهار اللي كيدوز كيشبه الخا وما كاينش تغيير. لا روتين، الا سمعنا الاحصائيات ديال لوسيدي وديال لينسي، كاينين بزاف ديال العائلات اللي ولاو دابا كيربيو وليدات بوحدهم، الرجال كيف العيالات تاريخ طلقوا ما عاودش تزوجوا، كاينين واحد النسبه حتى هي ديال العائلات اللي هي غوكومبوزي، الراجل تزوج وطلق من جهته، المراه تزوجت وطلقات من جهتها وعاود شكلوا عائله جديده اللي هي بوليداته وهو بوليداته. كاين نسبه واحده اخرى اللي هما الناس تقريبا شي 64% اللي هما مزوجين، ونسبه واحده اخرى للناس اللي مازال ما تزوجوش، مازال ما سهلش عليهم الله. ولكن داروا احصائيه اللي هي بهضاتني بزاف، وهادشي لقيتو في الانترنت، ملي داروا استجوابات مع الناس خداو بحال قلتي بزاف ديال البلدان وداروا دي ميكرو تروطوار. الله يخليك، دابا انت مزوجه؟ ايوا نعم. سيدي انت مزوج؟ ايوا نعم. سعيد في حياتك؟ لا. لقاو بما نسبه ديال 52% ديال الناس اللي جالسين في الزواج مازال جالسين غير خوف باش ما يبقاوش راسهم بوحدهم، خوف باش ما يطلقوش، خوف مي اوفيت ما هما شيء سعداء، وهذا مالوغوزمون ما كيبشرش بالخير. علاش؟ حيت واحد الحاجه اللي ما كيقولهاش، هما قالوها يمكن كاميرا كاشي في ميكرو تروطوار، ولكن ما كيقولوهاش الناس اللي السيد اللي هو مشارك معك حياتك او السيده اللي هي مشاركه معك حياتك. اليوم جيت نعطيكم واحد لاستوس اللي الا درتو بها، ما كنهضرش على المشاكل اللي هما مترسخين اللي هما ديال لا كومونيكاسيون، المشاكل اللي هما ديال العلاقه الجنسيه، المشاكل نو، كنعطيكم ان باراميتر، حيت ما شاء الله اون غولاسيون راه فيها بزاف ديال الحوايج اللي كيخليوهم الا درتيهم جميع العلاقه كتنجح، اولا بزاف ديال الحوايج الا بوظتيهم العلاقه كتفشل. انا غنعطيكم حاجه من هاد الحوايج كاملين. اليوم غنهضر لكم على لا روتين وكيفاش يمكن لكم تجنبوا لا روتين اللي غادي تهلك لكم العلاقه ديالكم. يا جديدات، جوج الحوايج غادي يعاونوكم باش تهلكوا ليا لا روتين. اشنا هما؟ اول حاجه غنسميها لك المود ساينس. شنو هو المود ساين؟ المود ساين هي المود والستون اللي انا غندخل فيه للدار قبل ما نتلاقى مع الناس اللي كنبغي اللي هما راجلي، مراتي او وليداتي. ندوز واحد السكانير ونشوف اجي كيفاش حاسه براسي اليوم هاد النهار اللي دوزت، واش منيربيا، واش معصبه، واش عيانه، واش مطحطحه، واش بيريمي بحال الدواء، كي دايره. لو سامبل فات اللي كتشوف سكانير في قلب من ذاتك شنو هما الاحاسيس اللي غادي تدخل بهم للدار، جوج الحوايج، يا اما ما غتردلوش الغايه غير غتوصل غد بحال شي واحد كيقل هذوك الاحاسيس على وليداته، كيولي الوليد ولا بنيته غير قالوا لك شي حاجه كتعطي لباباه، اولا الراجل غير كيدوي معاك هزه شوكتك تعطيه، اولا الراجل مراته تدوي معاه يعطيها حتى هي. نو، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. وليداتكم ما داروا لكم والو، راجلك ما دار لك والو، ومراتك ما دارت لك والو. اللهم قبل ما ندخل سكانير باش حاسه 9 فوا سور 10 غتلقى ريالمون الاحساس اللي عندك ونبدلو. سي سامبل، باش غنبدلو قبل ما ندوي مع حتى واحد، نمشي يا اما ندير سبرديله ونضرب غير دوره على الدار، يا اما ندير شي اغنيه وندخل جدب حيح جدب حيح جدب حيح. علاش؟ حيت ملي كتشطح كتبدل لي زيموسيون ديالك، كتبدل الطاقه ديالك، كتبدل الانرجي ديالك، يا اما شي دوش فاعله تاركه. من المهم كل واحد ويلقى الحاجه اللي غتوالمو واللي غتعاونو باش يبدل الطاقه ديالو. منين بدل الطاقه ديالي؟ الحاجه الثانيه اللي هي مهيه، انما الاعمال بالنيات. اش ناويه ندوز؟ كيفاش ناويه ندوز هذا النهار مع العائله ديالي؟ واش ناويه نضحكهم اكثر؟ واش ناويه نتفرجوا في شي فيلم ونتخي شي شاو شي فشي؟ واش ناويه نشرك معاه نهاري بالتي هي احسن ونعاود له شي حوايج اللي وقعوا لي اللي هما زوينين؟ علاش؟ ملي كدير شي نيه لو سيرفو ديالك كيعاونك باش كيخليك في هذاك المنهج ديال النيه اللي حطيتي. دونك نحارب الروتينيه ديالي ممكن،
واش كدير بحال شي باغيت ماجيك؟ ابدا وما عنديش لا باغيت ماجيك ديال هاري بوتر. واللي قال لكم شي حاجه واحده اخرى كذب عليكم. مي عطيتكم جوج ديال الوسائل اللي الا درتوهم باستمراريه اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا كنوعدكم روتينيه عاوتاني الا خرجت من الباب عاود لامور غادي يدخل من الشرجم. كانت معكم ناهيد رشاد، هذا هو، والله يحفظكم. وما تنساوش لي سيربريز، تا لي سيربريز مزيانين، حيت الواحد تا البريوه الا كنتي عارفه راسك اش دايره فيها وكل نهار كتاكليها راه كتطلع لك هنا. لا حباده كل نهار ناخذ شي بريوه مختلفه. هذا ميساج، هذا واتساب، هذا بروغراميت فيلم زيون، هذا درت سيربريز يلاه نمشيو ريزيرفيت في ريستورا. وهادشي كنقولوا ماشي غير العيالات، الرجال تا هما خاصهم يديروا لي سيربريز لعيالاتهم، والعيالات تا هما خاصهم يديروا لي سيربريز لرجالهم.